people. The Adra. يعني في فترة بتحس من بعد الانفجار بتكون عايشة بعدك بصدمة، ما بتكون مستوعبة شو صار معك، بعدها بتصير أكتر تستوعب، بتصير أكتر تتضايق، بتصير أكتر ما عم تفهم شو صار، بس أنه بالنهاية بدك توقف على إجريك. في عندي ابنة بالدق، ما فينا بينا ضعيفة قدامه. جورج was a symbol of life. يعني قدام العالم في كتير أخذوا قوة منه من بعد ما الانفجار. يعني الأشخاص اللي تعرفنا عليها من بعد الانفجار اللي هن كانوا كمان متأذين بالانفجار يعرفوا بجورج، ينبسطوا، يعني ينسوا قصتهم حتى صراحة. يعني it was nice. يعني كتير عطى hope للعالم بجورج بالانفجار.